السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم جايب لكم فيديو ومعلومات كتير 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 قيمة. تمام، شو هي المعلومات يا محمد؟ المعلومات إنه كل مين حابب يعمل بس مباشر من قناته، تمام، ومن اليوتيوب نفسها، من اليوتيوب نفسها، تمام، وبالإضافة إذا كان عندك إن شاء الله 10 مشتركين، إن شاء الله 5 مشتركين، يعني إذا بتكون قناتك عندك فيها مشترك واحد ومالك مفعل ميزة الربح عندك باليوتيوب، لسه مالك محقق الشروط، بإمكانك إنك تعمل بس مباشر هلأ من اليوتيوب، ولحورجيكم شو الطريقة اللي هتعملوا منها بس مباشر. وين الفكرة الحلوة كمان؟ الفكرة وما في داعي تنزلوا اي برنامج لحتى تحسنوا تعملوا بس مباشر. هلا الفكره اللي عم بحكيها انا، الناس، في ناس ممكن تكون لسه جديده على اليوتيوب ما بتعرف شو اللي عم بحكي، مثلا انه عادي بيحسن الواحد يعمل بس مباشر. لا، الفكره يا جماعه انه اليوتيوب عنده شروط، انه الانسان وقت بده يعمل بس مباشر من قناته لازم يكون مفعل ميزة الربح، يعني لازم يكون محقق 1000 مشترك و4000 ساعه. تمام؟ لا، اليوم الطريقة اللي حورجيكم اياها نظامية 100% ان شاء الله، وبالاضافة انه من شركة اليوتيوب نفسها، يعني ما عم نعمل، لا عم نعمل برامج هكر ولا عم نعمل اي شيء، طريقة نظامية، وهلا رح تشوفوها معي انتو وتصدقوا الكلام اللي انا عم قلكن اياه. تمام؟ هي شغلة. شغلة تانية، هلا كل مين بده يفوت يتفرج على هالبث المباشر يلي عندك ما بيحسن يعلق لك إلا ليكون مشترك عندك بالقناة، وهي ميزة عملت اليوتيوب نتشكرهم عليها، وقليل من الناس اللي بيعرفوا هي الميزة اللي بدي ورجيكم ياها هلأ. بس انتو لازم هلأ عندكم بالقناة وتكون تعملوا البث المباشر، في شيء لازم تفعلوه بالبث المباشر لحتى تتفعل هي الميزة اللي عم قلكم عليها، انه الواحد ما بيحسن يعلق لكم على البث المباشر اي تعليق إلا يكون مشترك عندكم بالقناة. تمام حبايبي، ما رح طول عليكم، رجاء اللي عم نشوف فيديو جديد وما مشترك عندي بالقناة، اشترك بالقناة، اعمل لنا لايك وشاركونا الفيديو ولحتى يوصل لأكبر عدد ممكن والناس تعرف المعلومات اللي عم اشرحها، وتحقوا يعني حسسوني انه ما عم يضيع تعبي، فزر اشتراك والله ما رح تخسروا شيء. تمام، يلا خلينا نبلش. تمام، هلا اول شغله لازم نساويها، بدنا نفوت على القناه تبعنا من الجوجل كروم، نفوت هي الجوجل كروم، نفوت على الجوجل كروم. تمام، بس نفوت على الجوجل كروم يطلع هي صفحه القناه عنا. تمام، هلا نكبس على تخصيص القناه، استنى لها يفتح القناه. هلا فتح عندي هي الصفحه. تمام، انا شو بساوي ساعتها؟ بكبس على هي اللي هي قائمه الفيديوهات. تمام، طلع لي هلا هون هي الصفحه مثل ما كنتم شايفين. بكبس هلا على كلمه بس مباشر، شايفينها هي هلا هون كلمه بس مباشر. هون شو عم يقلنا؟ عم يقلنا البدء، نكبس نحن هون البدء. شوفوا شو عطانا، عطانا هي الرسالة هون عم يقلنا انه لا يدعم المتصفح الحالي ميزة البث تنزيل. نحن هي النقطة المهمة، اذا ما عملتوا هي النقطة ما بتحسوا تعملوا بث مباشر. بتكبسوا على هدول ثلاث نقاط اللي موجودة عندنا فوق، تمام، وبتكبسوا على هي الكلمة اللي هي ديسكتوب ويب سايت، اللي هو بالعربي بتكون مكتوبة انه تقلب لسطح المكتب، تعملها سطح مثل انه كمبيوتر. تمام، ونحط عليها اشارة صح. شوفوا هلا بس حط عليها اشارة صح شو بيعطيني. تفرجوا يا جماعة، هلا هون فتحت الكاميرا عندي، شايفين هاي ليك الكاميرا فاتحة، انا عم حركها، شايفين هيك، هلا امورها بخير، هاي الكاميرا فتحت عنا. هلا عنا هون التفاصيل، هون عم يقول لك عنوان الفيديو،
هون انت لازم تكتب العنوان تبع الفيديو، شو هو الفيديو اللي بدك تحطه، شو اللي عم تحكي عن شو. انا راح اكتب هلا بس تجريبي، تمام؟ هنجرب هلا نكتب، هيديكم راح اكتب هلا هون بس تجريبي، تمام؟ هلا بس اكتب بس تجريبي، هي حطينا عنوان الفيديو. تحت عنا هون الوصف، الوصف هون بتحطوا انتو كلماتكم اياها بالوصف، كلمات مفتاحية عشان يظهر اكبر يعني قدر امكان بمحركات البحث للناس يشوف البس. هلا عنا تحت هون بتحطوا الفئة، تعليم، ترفيه، سيارات، اللي هو بتحطوا انتو هون بدكم اياه. عنا هون قوائم التشغيل ما لنا فيها. عنا هون هلا هون عم يقولوا لك انه اذا الفيديو مخصص الاطفال حط الاطفال، واذا لا بتحط لا مو مخصص الاطفال. فنحن شو بنحط له؟ بنحط له هون لا مو مخصص اطفال، بنقول له هون التالي. هلا هون بيقلبنا على الخطوه الثانيه. شوفوا هلا الخطوه الثانيه، عم يقلنا هون التخصيص، هون عم يقول لك انه المحادثه المباشره، انه هي خليها نحن انه انت عم تتحادث مباشر مع الناس، خليها مثل ما هي، تمام؟ هلا النقطة اللي قلت لكم عليها المهمة جدا، انه انت وقت الناس بتفوت تتفرج عندك على الفيديو البث المباشر ويعلقوا لك، في شغلة لازم تساويها. شايفين هي الكلمة هون تبع اوضاع المشاركين؟ هي الكلمة اذا انت بتخليها اي مستخدم، اي حدا بيفوت على قناتك بيعلق لك تعليق بيوصلك التعليق، تمام؟ اما اذا بتحطها تحت على المشتركون، بس تحطها على كلمة المشتركون بيصير الناس وتفوتوا لعندك على البث المباشر، اذا بدهم يكتبوا لك تعليق ما بيحسنوا يكتبوا لك تعليق ويوصل لعندك التعليق الا لحتى يكونوا مشتركين عندك بالقناه. فهون اليوتيوب شو بيقول له؟ بيقول له اشترك بالقناه اول، بعدين بامكانك تبعت له التعليق. هلا هون نحن بنحط على المشتركون، وتحت هون عنا الكلمه هون محطوط 5 دقائق، نكبس عليها هي الكلمه وبنخليها على دقيقه واحده، تمام؟ منحط على دقيقة واحد. هلأ نحن هيك بهالحركة شو ساوينا؟ بهالحركة عملنا انه كل مين بفوت على البث المباشر اللي انا حعمله هلأ دغري مباشر، تمام؟ بفوت اذا بدي يكتب لي تعليق يعلق مثلا بشي، ما بيحسن يعلق الا لحتى يشترك عندي بالقناة. اذا خليناها على كلمة اي مستخدم، مين ما فات لعندي مشترك ولا ما مشترك بيعلق لي بيوصل التعليق. فنحن هاي نقطة مهمة لازم نركز عليها ونحطها مثل ما حطيناها. بعدين ننزل لتحت بنقول له هون التالي، بس نكبس على التالي بيقلبنا على هي الصفحة. شايفين هلا هي الصفحة اللي قلبنا عليها؟ هلا هون قلبني على آخر خطوة لحتى يبلش البث المباشر. هون لسه ما بلش، هلا احنا عم جهزناه مشان نقول له بدأ يبلش البث المباشر. هون شو عم يقول لي؟ هون عم يقول لك الخصوصية، انه بدك اياه يكون فيديو خاص تحطه لناس معينة، ولا تخليه علني، ولا غير مدرج. هلا انت اذا بدك تحطه على الخاص تكبس على الخاص وبتحط هون الشخص اللي بدك اياه والاشخاص اللي بدك اياهم تعرض لهم اياهم، تمام؟ اذا ما بدك انت تعرض للاشخاص معينين، تمام، وتحطه انت بس انه غير مدرج، اول شيء تحضره وتجهزه بعدين انت تنزله بتحط غير مدرج، او اذا بدك تحطه للناس الكل بتحطه علني ببلش فورا، بس تكبس عليه انت بيطلع عند الناس بقى انه في بس مباشر لقناة منوعات تعليمية. فانا هلا رح احطه غير مدرج لانه انا عم بعمل تجريب، هلا عم جرب الموضوع، تمام؟ عم جرب لكم اياه تجربه. بس طبعا انتم وقت كنت تبلشوا البث المباشر بتحطوه على العلني، تمام؟ مشان يظهر دغري فورا المباشر، يطلع بس مباشر. اتفقنا. هون تحت عم يقول لك الجدول الزمني، اذا انت حابب تحط انه بتاريخ معين ينزل ويبلش هذا البث المباشر، تمام؟ وهون عندك تحت الساعة، أي ساعة بدك ينزل. هلأ هون نكبس له بقى تحت هون على كلمة تم مشان يبلش. بعد ما نكبس له على كلمة تم يفتح على هاي، بس يفتح على هاي هون عم يتأكد، عم يقول لي كل الأمور أنت اللي حطيتها مزبوطة هيك، فنحن بنقول له أنه الأمور كلها تمام، يعني مثل ما كن شايفين. عم يقول لي هون أنه العنوان تبع الفيديو بس تجريبي، تحت بقسم التعليم تاريخه غير مدرج، أنا ما حطيته غير مدرج، أنه أنا بعدين بدي نزله، تمام، وهون معلومات تحت تاني. هلا بس وافق على الامور كلها تهي يكون معلومات كلها مزبوطة، بنقول له هون بقى نحن على بدء محتوى مباشر، يعني يبلش بقى البث المباشر. كبسنا عليها، شوفوا شلون هلا بلش. هلا انا هون بلش عندي التصوير مثل ما لكم شايفين. هلا يا جماعة مثل ما لكم شايفين البث
شايفين بلش عندي انا هلا عم صور. اي طبعا عندي هون انا بالغرفه عم صور، انا مالي حاطط كاميرا علي بصراحه، ما بحب اطلع على الفيديو يعني، ما بحب مثل بيقول ما بحب الشهره تمام. فهي البسلك وهلا موجود وشغال عندي وتمام اموره على 24. هون عندي حاطي لي الامور تبع البس، هون الميكروفون اذا بدي اعمل كتم للصوت انا عندي بعمل كتم تمام. هلا هون رح اورجيكم انا عندي هون من الشباك، هي مثلا شوفوا المنظر هون، اي انا عم صور امور تمام وكله تمام وما في اي مشاكل. هلا نحن في عنا شغله، اذا نحن مثلا نعمل محادثه ليك تحت على اليسار هون بنحسن نعمل محادثه تمام، هون على اليسار بنحسن نعمل محادثه. يعني مثلا لو اورجيكم انا هلا مثلا انه اذا بدي اكتب مثلا شغله واكتبها هون بالتعليقات مشان الناس تقرا التعليقات شو انا كاتب تمام. يعني مثلا رح اورجيكم هلا شو رح نكتب، رح نفوت على اللهم صل على سيدنا محمد، بدنا نفوت على المحادثات لك هي نكبس عليها هون تحت، بس نكبس عليها رح نكتب مثلا اهلا وسهلا بكم، الرجاء الاشتراك في القناة تمام، اي اهلا وسهلا او مثلا نكتب اهلا اهلا وسهلا لا تنسوا الاشتراك في القناة من فضلكم تمام، لا تنسوا معيكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وبعطيها ارسال، بس اعطيها ارسال لك وظهر عندي التعليق اللي انا كتبته هون، شايفين ظهر عندي هون اموره هلا تمام التعليق. هلا كل مين على البث المباشر بيشوف التعليق بقى وبيبلش يعلق. هلا هون بعد ما اخلص انا كل شيء على 24 ببسته هون كلمة تحت انهاء البث، يعني انا مثلا بدي انهي البث هلا تمام. هلا انا راح اكبس له هون انهاء البث، بس اكبس له بيقول لي هون انه مواصلة البث ولا انهاء، انه خربطت بدك ترجع تكمل ولا انهاء، بقول له انهاء انا بنهي البث تمام، انه انا متاكد بدي انهي بنهي للبث. بعد ما انهي هون شايفين هلا وقف البث المباشر، هون عم يقول لي تعديل البث في تطبيق استوديو، انه اذا بدك تفوت تعمل له تعديلات للبث تمام، اذا بدك تعمل له اي تعديل او اي شيء او كذا بتفوت بتعدله. هون عم يقولوا لك انه لا انتهاء البث، بنقول له احنا هون ما بدنا نعدله، بنقول له اغلاق سكر. هلا بنرجع لوين مشان نشوف البث اللي نزلناه تمام، بنرجع لورا كمان بنرجع لورا. هلا نحن بعد ما كبسنا اغلاق مثل ما كن شايفين نرجع لهون على هي صفحة الفيديوهات، عندنا كلمة البث المباشر نكبس عليها، شايفين لكل الفيديو نزل عندي، هي الفيديو نزل عندي هون موجود صار، رح افتح على الفيديو نشوفه. البث المباشر هي لكم هنا بلش عندي البث المباشر وشغال عندي البث نظامي، هي انا هلا عم صور لكم والبث شغال واموره تمام على 24 100%، حتى لي بالكاميرا ما احلاها ما شاء الله واضحة كله تمام. هلا بعد ما تكونوا انتوا عملتوا البث مباشر وخلصتوا بدكم تنزلوه عندكم على القناة تمام، بنفوت لهون على هي الكلمة، عوض ما نخليه غير مدرج بنحطه علني مشان الناس تفوت تتفرج عليه بالقناة عندكم بعد ما انتوا تكونوا خلصتوا البث المباشر تمام، يلي ما شاف البث بفوت بشوفه بعدين تمام حبايبي. هلا مثل ما شفتوا انا هيك بكون شرحت لكم موضوع مس المباشر من اليوتيوب فورا، وبالاضافه مثل ما شفتوا انا عندي بالقناه 790 او 780 مشترك تقريبا، لسه مالي محقق الشروط اللي هن 1000 مشترك تمام، ومثل ما شفتوا بسيت مباشر واشتغل نظامي وما في شيء اموره بخير. من فضلكم اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن، وبتشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.